لان رسول الله قالك تترك حاجه لله يعطيك ربي خير منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما سيدنا سليمان لهواه العواد تاعه يعني لهواه على ذكر الله ذبحهم ردوها عليا فطفق مسحا بالسوق والاعناق. هذوك اللي تما هذوك الخيول قتلها، كان في شرعه هذا جائزا، قتلها لانها انسته ذكر الله، قعد كتفتها العصر تبغى يجي المغرب ردوها عليا، قالوا ردوها وقتلها كاع، قتلها ضحى بها من اجل الله، اعطاها ربي في بلاصه العواد اعطاها الريح، فسخرنا له الريح تجري بامره، كان يركب فوق العود، قالها ربي تركت العود على وجهي نعطيك خير من العود الريح، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. طبعا نحن حينما نقرا هذا في القران ما نلهوش في قصه سليمان والعواد والريح، نلهو في عوادنا احنا وريحنا احنا، يعني ما هي الاشياء التي تركناها لوجه الله، وما هي الاشياء التي نرجوها ان نعوض بها هذه الاشياء التي تركناها لوجه الله. شحال من واحد حاجه تحبها النفس تركها لوجه الله، فيها فتنه، فيها ربما يدخلها غرور، ربما يدخلها كبر، خاف على روحه يظلم، ترك هذه الاشياء لوجه الله، فالله يعوضه خيرا من هذا الى اخره. فهذه من الاشياء التي تداوى بها الشهوات. قالوا العلماء فلماذا تداوي الشهوات؟ بالصلاه، تحافظ على الصلاه ربي يحفظك من الشهوات، تحافظ على الصلاه، صلاه الصبح في مسجد وين الامام يتلو تلاوه رقيه ماشي تلاوه، داوي بها روحك، يعني صلاه الصبح كنا نعطوها حقها وحدها تداوينا من كل شيء. لو كان زعما قران بالكميه المناسبه وبالتلاوه المناسبه راهي صلاه الصبح راهي نور راهي رقيه، راهي العلماء قالوا تدي بها 13 حاجه تشوف بها وجه الله يوم القيامه، صلاه الصبح تنور لك ليله الدخله تاع القبر، صلاه الصبح هذه كاع وارده في احاديث، يرزقك بها ربي في النهار، يوخر عليك بها المصائب تاع النهار، مولاها ما يدخلش للنار ولو دقيقه، خاطر رسول الله قال لن يلج رجل النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللي حافظ عليها يوم العصر ما يدخلش كاع للنار. كاين حديث يقول من صلى البردين دخل الجنه، بصح بعد تدخل الجنه قاطر تدخل للنار قبلها، بصح الحديث الزاوج يفرح اكثر، لن يلج ما تدخلش كاع، تروح مباشره الصبح هذا خير كبير اخوتي، لو كان نعرفوا شافيه تجي تحبوا للجامع تحبوا باه تصلي. هذه نعمة تعرفها حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة تعرف نعمة الصبح، تعرفها من عند خروج الروح، من عند خروج الروح، خاطر يوم القيامة تبدا خروج الروح، من عند خروج الروح يبان لك الصبح اللي كنت محافظ عليه مع جماعة المسلمين الخير تاعك اللي داير، خير كبير يا خوتي، وحنا خاطرش بعض خوتنا راه كارمهم ربي بصلاة الصبح وينسوا هذا الفضل، يعني العادة تخليهم ينسوا هذه النعمة الكبيرة اللي ربي ناعم بها، يعني ما يطلبوش التثبيت، ما يشكروش ربي عليها. والشكر كما يقول العلماء هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، باه ربي محسوب يحافظ لك على هذه النعمة لابد أن تشكر، والشكر بالعمل وليس بالقول فقط، لأن الشكر قال العلماء هو إقرار بالجنان وتحديث باللسان وعمل بالأركان، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكر. شحال من مرة رانا نعاودوا هذا الأمر يا إخواني، باه نذكروا بعضنا بعض وإلا ما جدوى هذه المجالس، باه ما يوليش هذه المجالس تولي نقاط يعني غير نوالفوا نجمعوا. إذا الصلاة كي تحافظ عليها توخر عليك الشهوة، خاطش الآية تقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قالوا هذه قضيتين متلازمتين في الطرفين، معنى قالوا كون تحافظ على الصلاة تقيك الشهوات، ولو كان تضيع الصلاة تروح للشهوات، جرب تشوف. سيب الناس اللي يصلوا نقولوا احنا يصلوا، كاين الناس يصلوا مساكين وفيهم المرض هذا تاع الله يعافينا تاع الجينس وكاع، علاه صلاة تاعهم ماهيش صلاة، يعني صلاة هي صلاة كاينة في الصورة بصح ماهيش الصلاة اللي كانوا يصلوها الصحابة ويصليها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلوها السلف الصالح، ولهذاك الشاب اللي كان يصلي وراء رسول الله وعينه على النساء قال له يا رسول الله لا يصلي بصح فيه هذا المرض، قال لهم صلاته ستنهى، يعني الصلاة تاعه هي اللي غادي تداويه من المرض، خاطر كان يصلي وراء رسول الله ويصلي الصبح كيف يبقى في هذا المرض؟ هذه الصلاة تشتت الشهوات من القلب، ربي قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا، يعني أثر أكثر من الصلاة، والصلاة هي الذكر بحد ذاتها، هذا على قلب. نفوتوا للباب الثالث تاع اللي يدخل منها الشيطان للقلب. الله يحفظنا خوتي، هو الحاسد. الحاسد هذا
كي نبغوا نتكلموا على مرض الدماغ، واحد ماشي يخمم في الناس، يخمم في روحه. زعما واحد لا بغى يستفاد من الجلسات وهذوك الجلسات، يقول كي نقروا الحاسد يبدا يخمم في روحه، يقول انا فيا صفات ولا ما فياش، ماشي يخمم في الناس اللي يحسدون. فهمت كيفاه؟ تما الحديث اللي بدنا نقولوا احنا الاحاديث نقروها من جهتنا بلي احنا المعنيين، كيما يقول اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عارقوه. الا كنت تامل الشيء، الا تقرا الحديث من جهه اعطوا الاجر اجره، ولا كنت تام خدام الا تقرا الحديث من جهه يجف عارقوه، شوف روحك لا عرفت ولا لا، ولا بغيت تدي دراهم الناس باطل. ثم نبدا انت تحط روحك في قفص الاتهام. هذا ديدان وسلف، السلف الصالح كانوا عندهم هذه اتهام النفس، هذا شعار كبير يسموه اتهام النفس. اتهام النفس شيء يخليك دير، يخليك ديما تنقب على العيوب تاعها، تنقب تولي تحوس نفسك اشتا فيها، اشتا المرض الله فيها. هذا المؤمن الصادق يلها في نفسه، كما قالوا العلماء ربي اعطانا زوج عينين، عين يشوفوا بها الخصال تاع الناس، وعين يشوفوا بها العيوب تاع انفسنا. احنا قلبناها، احنا عين يشوفوا بها الخصال تاعنا بنو روحنا ملاح، وعين يشوفوا بها عيوب الناس. هذا هو الانسان دائما يحط روحه في قفص الاتهام، لا بغى يسلك. اذا لما نقرأ مثلا الحديث تاع اتقوا في راسة المؤمن فانه ينظر بنور الله، ماشي انت تولي تحوس تشوف بنور الله، اللي تحوس تخزن من الناس اللي يشوفوا بنور الله، خاطر هما يشوفوك عندهم الفراسه. يعني كي تشوف واحد عندها الفراسه، عندها النور تاع ربي ونقص منك، يعني ما شافش فيك مليح، عرف بليك دايرها. علاه دايرها؟ كاين حاجه اللي نفهموها اخوتي، كي واحد كيدير معصيه ربي ما يفضحهاش في الاولى، يفضحها كي يداوم عليها، كي يداوم عليها يفضحها. كي يكون يدير هذا السر ويحشم ما يفضحهاش الله، ماشي معناه ماشي حرام، يدير في الحرام بصح ربي ما يفضحهاش. ولهذا واحد جابوه لعمر بن الخطاب باهي تجلده، قال له انتايا زنيت، قال له والله ما ذي الاولى، قال له من زمان راك تزني، علاه فضحك ربي؟ وشافوك ربع شهود وجابوه. احنا خطرش نقروا بعض الناس يعني تصيب في الصحابه كاتبين عليهم، طبعا هذا الصحابه ان صدقوا ان صدقوا، اذا كان الكلام نيشان، اذا كلام احنا ما عصيناش، عارف بلي ربي يعني هذا الفضيحه كما قال لي احد الاخوه، الفضيحه هو اللي ذكرني بتاع عمر رضي الله عنه، الفضيحه ربي ما يضحكش في الاولى، قال لك يضحك بعد يداوم على المعصيه. هو الاخ قال لي ذا الكلام، انا استفدت منه حاجه، ربطتها مع كلام شيخ الاسلام بن القيم. شيخ الاسلام بن القيم ايش يقول؟ يقول المعصيه تبدا بالاصرار، ومن بعد تولي بالجهار مجاهر، ومن بعد تولي بالافتخار مولاه يفخر بها، ومن ثاني تولي الغوايه، واللي هو يدعي يولي يدعي لديك المعصيه. هذيك النقله من ينتقل من هذيك من ينتقل من السر للجهر، هذاك ربي يقلع عليها الحياه، كي يقلع عليها الحياه يولي يديرها قدام الناس، ربي يقلع عليها الحياه. هو يحسب زاد، هو يحسب زاد، تقدم تقدم في المعصيه، ونذرهم في طغيانهم يعماهم، بصح ربي يقلع عليها الحياة. خاطش اللي يدير المعصيه هو حشمان، ماشي كيما اللي يدير المعصيه وما حايرش، هذاك معناه ربي يقلع عليها ذيك الحشمه اللي كانت في قلبه من ربي ومن الناس، قلع حالها الله. وهذه صعيبه على المعصيه اللي يديرها، كي تولي ما تحشمش من الله، مين ما تحشمش من الله، هذه صعيبه على ذيك المعصيه اللي كديرها، مين ما تحشمش من الله سبحانه عز وجل. خاطش الغضب تاع ربي صعيب، خاطش ربي ما يعطيكش وقت، كي يبغي يطردك الانسان ما يعطيكش وقت، ما يعطيكش وقت حتى تصبح مكمل، في ليله يصبحك مكملك. الله يعافينا. الحاسد نقرأ شيء قالوا عليه العلماء، نبدأ أولا تعريف الحاسد. الحاسد يقولوا العلماء تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل للحاسد. ثم هذه الحسد شهوة، الحسد العلماء يقولوا فيه مراتب، كاين اللي يشوف واحد ربي كرمه بنعمة، واحد أعطاه ربي سيارة، واحد أعطاه مسكن، واحد أعطاه جمال، واحد أعطاه قوة بدنية، واحد أعطاه ذرية صالحة، واحد أعطاه منصب، واحد أعطاه شهادة علمية إلى آخره، واحد أعطاه حظوة عند الناس، قبول عند الأمة. هذه الأنواع تاع النعم أعطاها ربي، ربي هو اللي أعطاها، مش ذاك جابها وحده، أعطاها ربي. ولهذا ربي يقول في القرآن الكاكي اللي يحسد، يقول له كعب ربي الكاكي اللي راه يحسد، يقول له ماشي راك تحسد في ذاك، راك غضبان عليا أنا اللي أعطيت لذاك. الآية تقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله
من فضله، ثم مش المحسود هو اللي جاب ذاك الفضل، الفضل أعطاه ربي. فإذا كان الحاسد مغتاظا على المحسود فهو في حقيقة الأمر مغتاظ على من لا ذنب له، هو مغتاظ على الله في الحق. ثم شرع يقول الرب، ريب الرب ما عرفتش القسم، ريب الرب كل قلتني أنا في الرأي شريك نقولك ما تعطيش لده وعطيه لده، وهذا هذه جناية في حق الله سبحانه وعز وجل، وجريمة كبيرة لو تأملها المؤمن. المؤمن ذوق احنا نعلى انفسنا اخوتي، نعاود نقول رانا على انفسنا، ما تحسبوش ما فيناش الحزن، قليل وكيش قليل. ابن تيمية يقول كاع الدنيا فيها الحزن كاع، يقول غير المنافق ينفذه والمؤمن يكتمه. احنا نتعلموا، انا جايين هنا نقعدوا لو كان اليوم نخرجوا غير بدي ما نزيدوش نحسدوا غير بدي، تعرف شنو يولي فينا خير؟ علم روحك تقول بلي ربي اعطاه، ربي اعطاه. ولا بغيت تبرأ نذكر واش قالوا العلماء، باه تبرأ الى تولي تدعي له بهذيك النعمه يبارك لها ربي فيها. ها مثلا المسؤوليه تقول يا ربي عاون خويا على ذيك المسؤوليه، يا ربي ذاك الوليد اللي عطيته خويا الله يطلع عبده في جنان، الله يطلع عبده في طاعه الله. تولي تطلب له يا ربي، تطلب له يا ربي ذاك الجمال، زده جمالا، زده قوة في البدن وانشراحا في الصدر وصلاحا في الذرية. تدعي له، كي تولي تدعي له واحد الخير يدخل قلبك والله وتخلص بالذهب ما تشري، واحد القلب عندك يريح يريح، ضغط الدم يتسقم، ضغط الدم يتسقم، يوقع لك انشراح كبير كبير كبير. تعرف عليه خاطر تولي ترضى قضاء الله، الرضا بالقضاء هو من ذروة سنام الإيمان، راك راضي بذاك العطاء اللي عطاه ربي لذلك. ها فرحان فرحان، هو عطاه 10 اولاد وانت ما سويتش واحد وتدعي له، اي ايمان هذا؟ هذا ايمان كبير. من بعد ما هضروا على يعني العلاج تاع الحسد، رانا سبقنا الاوان. الحسد يقول العلماء فيه مراتب، واحد معليش مدحه رسول الله، وزوج مذمومه، اللي مدحه رسول الله راه باين هو الغبطه، قال لا حسد الا في اثنتين. الحسد هنا مش تتمنى زوال النعمة، لا تتمنى ربي يعطيك كيفه. شكون هو؟ المنفق والعالم، وفي رواية وحافظ القرآن، رجل آتاه الله مالا فهو، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو، رجل أعطاه الله علم. الروايات ثلاثة معناها، قالك رسول الله اللي يبغى يحسد يحسد فيلي، زعما شنو يحسد؟ يتمنى يعطيه ربي كيما أعطى القارئ القرآن. وين قارئ القرآن؟ اللي بات قايم به، خاطر قال رسول الله يتلوه أنا بالليل. هذا يقول سبحان الله شاعطاه ربي الستين في صدره ويبات قايم بها الليل، قايم بها الليل. هاوين تتمنى تتنافس كيفه؟ ثم أنا أعطاك رسول الله تحفيز باه دير ذا البرنامج، قولي لي أنا قبل ما نموت إذا كان عندك قوة تحفظ كتاب الله تدعي ربي، باه تحفظ كتاب الله، مش ما تصلي بالناس تراويح ولا تبيرو، لا باه الليل يولي يعرفك الملائكة تاع الليل بالقرآن، باه تولي خدودك صحائف صحائف، وتولي كما يقولوا عيونك هذا العينين تاعك تولي محابر المحبار، ويولي لونكر اللي تكتب به هي الدموع، وترسل ترسل لربي الرسائل في جوف الليل. ومن جرب هذا عارف ان دعاء الليل لا يرد، دعاء الليل لا يرد. والله كما يقول واحد العالم لا داعي ذكر اسمه، يقول كاع اللي سالت ربي اعطاها لي في الليل، كل اللي سالته واعطاني ما اتمنى واكثر مما اتمنى، اكثر مما اتمنى، زعما صوالح ما كانش يقارع لهم اعطاهم لها ربي سبحانه عز وجل. ملا هذا الحسد ممدوح، حسد تاع واحد اعطاه ربي العلم ممدوح، علم شرعي يخدم به ويبلغه، حسد تاع واحد عطاه ربي مال يظل ينفق فيه، فتقول لي عطاه ربي مال يظل ينفق فيه، هذا مشي لا تحسد يا سي محمد. هو اذا انت يا بنت تصلي زعما عام، هو ما هو يروح غير عند واحد عائله ما صابوني السكن ويشري لهم سكنه، يشري لهم سكنه الحق انت، يروح عند 10 تاع شباب يزوجهم، شوف حارب الرذيله وشجع الفاضيله، وراح بعيد في قضية الزواج اللي وصى عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وقوى سواد الأمة هذا الإنسان.
ولاقى بين 10 عائلات، خلط الدم بين 10 عائلات، فصاروا قوة لبعضهم في الأفراح، وكذلك يسجون صدور بعضهم في الأقراح إلى آخره. يعني عمل كبير، المنفق عنده عمل كبير. هاو عليه الصحابة قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجر. قالوا له: دي الغنية عنا نخدموا وفاتونا. قال لهم: قل لكم كيديروا، مين هما يصدقوا أنتم تذكروا، تولوا تلقفوهم. ولا ولا على أيامات قالوا: يا رسول الله، هما من يسمعوك راهم يصدقوا ويذكروا. قالوا: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ونعلم هذا فضل تاع ربي. هاو كاين اللي ربي خلقها أعطاه الخير، يختص برحمته من يشاء. واحد يسكن هذه الكعبة ويظل ينفل حداها، قد كاين اللي يسكن هذه الكعبة، كاين أبو جهل كان يسكن هذه الكعبة، أبو لهب كان يسكن هذه الكعبة، ودخلوا للنار. لا واحد يصلي هذه الكعبة كل صلاة بشحال من ألف، كل صلاة بشحال من ألف. هذا فضل تاع ربي سبحانه عز وجل. إذا نرجع للحسد هذا يا أخوتي، قلنا فيه دركات، كاين زوج، كاين الدركة الأولى، درجة ما سموهاش درجة، درجة الأولى تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليك، زعما تتمنى بها ربي يقلع عليه ويعطيها لك. هذه تصيبها بزاف في الإدارات، وتحسب واحد داي منصب والآخر يحفر له باه يطيروه باه هو يديه، كاين اللي يدير إضرابات كاع من أجل هذا، يخدم عمال وبعد إضرابات غير يوصل ذا، يوصل ذاك المنصب وصاي بعد ذوك يروحوا يربحوا. والنقابة دي موجودة في القرآن وموجودة في الشريعة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 ناقب، الناقب شاوة لينقل انشغالات المجموعة، ينقل هذا الفوقاني إذا كان ينقل بإخلاص ونصح كفاني باه يخدم العمال، هذا جائز. ومانيش على هذه الآية فقط، هاضرين عليها الفقهاء، النقابة هاضرين عليها الفقهاء، هذا عبد الدين سيلان قال حاجة أخرى ولا غلبة هو يوصل، راه بينها بين الله سبحانه عز وجل، هذا لن يفلح. ف والزاود تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه، هذا أقبح. صح الأول نقول هنا راه يقول، راه يقول زعما أنا نتمنى بها ربي يقلع حاله وتولي عندي، بصح الزوجة هذا مصيبة، الزوج راه يقول لا أنا لا هو، هذا هو، هذا هو كيما ذاك السلطان اللي كان يقول، كان يروحوا عند الناس كيعطي الواحد هدية يعطي الآخر الدوبي، هذه هي، هيا واحد راح مع صاحبه قال له أنت شنو نعطيك؟ قال أنا عمي لي عين، هيا عمل الآخر زوج، المهم هو خسر عين باه يعمي الآخر. شوف يعني يجيبوها باه يضحكوا ولكن فيها عبرة. والحسد كاين في القرآن وفي السنة، عندنا يعني عندنا صور، هذا هو نشوفوا دروك يعني ذاكرين العلماء هذو المراتب تاعه، ذاكرين حكمه حرام. على حرام خاطش فيه نص صريح من عند رسول الله لا تبغضوا، هذه هنا اللام تاع النهي للتحريم، خاطش ما كاش قارينة تقولها للكرام بيتمع النصوص. لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، طبعا التباغض من البغض والتحاسد من الحسد والتدابر من الهجر، واحد يعطي خوه بيت فكما يقول ما يشوش فيه. وكونوا عباد الله إخوانا، شوف الحديث قاعدنا موالفينا، بصح شوف التلازم، التلازم شتا هو زعما التلازم، التلازم معناه لو كان تركضوا ثلاثة تشيع الأخوة في الأمة، يقولوا الناس خوت، وقعد الناس يقولوا خوت، الناس يولوا خوت، يولوا ياكلوا من فوق أرجلهم، من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، يولي الخير ينزل. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا الحديث نعرفوا حديث أنس بن مالك. الأسباب تاع الأسباب تاع الحسد، واحد كيف حتى يولي يحسد؟ قالوا العلماء باستقراء كتاب والسنة خرجوا الأسباب، قالوا منها العداوة والبغضة. ثم واحد كيكون يكره واحد ويبغضه يولي يحسده. هذا تبع هذا ذكر ربي في حسد اليهود والنصارى. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ودوا شو مش أحب المود أكثر يعني يحرصوا باه يكفرونا. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا علاه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هم يعرفوا بالقرآن كتاب ربي
وبلي سيد الخلق هو آخر الأنبياء، هذا ما جاء في كتبهم قبل تحريفها. ولكن مع ذلك الحسد عماهم، أو ربي قال علاه ما أمنوش، قال بغيا أن ينزل الله على من يشاء من عباده، يعني هذا الكبر تاعهم بغي، يعني هذاك الحسد ما خلاهمش يأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا ذي بلي كانوا يتمنوا بلي يجي منهم الرسول الخاتم، وكانوا يقارعوا له وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقارعوا انت تجي يخرج للرسول الخاتم، وعرفوا بلي الرسول يخرج غير من اليهود، كانوا يقارعوا كما هي العاده، ربي بدل لهم القاعده، خرج الرسول من العرب، هاي ما تحملوش كفروا، شو داروا؟ قعدوا هكذا. هذا السبب الاول، العداوه والبغضاء. السبب الزوج التعزز والترفر والكبر، هذا تسيبه عند ابليس. ابليس واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. طبعا هذاك الاول اللي ذكرناه تاع اليهود، احنا ماشي نقروها غير على اليهود ونحسوا، قلنا ديما احنا لان الايه تاع ابن عباس سيقول ما من ايه نزلت في حق اليهود ولا النصارى، اي ايه تنزل على اليهود ولا النصارى عند المسلمين حظ فيها، يعني تلسعهم بصوتها عندهم حظ. هذه الصوره احنا وين نصيبوها؟ اليهود والنصارى كانوا يقارعوا، وخاصه اليهود كانوا يقارعوا الرسول يجي منهم، لمين جاء من غيرهم من العرب كفر. هذه تصيبها خطرات فينا احنا، خطرات واحد يبغي هو يغير المنكر، لو كان يغيره خوه يولي يكره خوه، لا بغى غير منكر اللي هو كان باغي باه يتغير، هو يبغي باه يتغير على يديه. شوف المصيبه كي دايره، باغي يدير الخير بصح ماشي لله، لو كان واحد يسبقه ويديره ايوا يتقابلوا وي، ها انت باغي تسقم لامبه في الجامع، جا واحد سقمها قبلك قال انت اش دخلك سقمتها؟ ها هو قال انا سقمتها، انت بتحوسها تضوي، راهي تضوي، لا بصح انا بغيتها تضوي بيدي انا، عمال نولي نكرها. هذا هو، هذا كره تاع اليهود، هذا حسد تاع اليهود، حسد تاع اليهود، لأن الرسول يجي من عند اليهود ولا يجي من عند العرب، اش غادي يدير؟ غادي ينصر التوحيد. هذا الرسول ما جاو يديروا، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا، كل الرسل بغض النظر عن أجناسهم وأصولهم هما جاوا ينصروا التوحيد تاع ربي سبحانه وعز وجل، ويعرفوا الناس بربي. علاه من يجي من عندك؟ هذه فين تصيبها بعض القبائل عندنا، بعض القبائل من يصيبوا واحد امام ولا قاري قران يقول لها صاحبي امام مليح بصح ماهوش من دوارنا، مصيبه كحل هذه، هذا امام مليح ولا مش هذا الامام شاهدي، هذا اذا كان راه يقرا قران، راه يبلغ ناس دين الله، يبلغ الناس دين ربي، شريعه ربي، انا تحوسه يكون من عندك ولا مشي من عندك؟ وهذا اللي قالوها قريش، قالوا هذو اليهود قالوها، وقريش فين ما امنتش برسول الله، قالوا واه راجل زين ومن عنا بصح، لو كان ربي نزل الرساله في رجلين من القريتين عظيم، ولا جات في واحد من مكبر او جات في واحد شاب صغير، ها لولا انزل هذا القران على رجلين من القريتين عظيم، ها قالوا لو كان جا في فلان وفلان نامنوا. مصيبه، هذا كاع هذه هذا المخرج الاول تاع الحسد، سبب يعني مكمنه. الزوج تاع ابليس، ابليس شنو قال ربي؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. علاه حسد ادم؟ بسبب الكبر، وصرح بها قال خلقتني من نار وخلقته من طين، تسمى شاف الاصل، قال انا اصلي نار، انا ولد فلان، واذا اصلها طين ذا ولد فلان، كيف يجي واحد من غينيا يصلي بي انا من حجاز؟ يا مغني ربي كرمه. قال عمر بن الخطاب مين جاء الولي تاع المدينه قال له كيف جيت؟ قلت له ابن اسيد. قال له كيف جيت تاع مكه؟ قال له شا خلفت في بلاصتك؟ قال له درت في بلاصتي ابن ابزه. قال له ابن ابزه لا شكون انا كاع ما سمعت به. قال له راجل يعني من الاحباش، يعني راجل سود. ايوا قال له سود ومن الاحباش ودرت على القرشيين ويقبلوا. قال له اعطاه ربي كتاب الله. قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. قالها عمر، ها قالها قولي هذا القرآن رفعه ماشي أنت، هذا هو اللي كانت تقول قتادة، كانت تقول لها ما تقول لها يا ودي أنت وجهك شو كذا، يا أنت لا ما رفدكش العلم ما كاش ليه تصنف لك، كانت عندها عين جاحظة
عين داخله الى اخره وعندك الحس. ولكن ربي خرمها بالعلم حتى كان الخليفه يبعد عند بابه يطارع هو وليداته زوج باه يحبس النافذه ويجي يجاوبوه. والخليفه كان يقول لولادها طرق شوف السيد كي داير ورانا نقارعوا له انا وياكم. الحسد ثاني يجي من قلنا الاولى من العداوه والبغضاء، الزوجه من الكبر والتعزز والترفع وضربنا مثال مثال، والثالثه اذا المثال الزوج احنا فاني فاه يهمنا خاطر نبدا احنا نشوفوا فاه يهمنا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس يهمنا بهذا، يهمنا بما صرح به ابليس. صرح ابليس قال له كان انا خلقتني من نار وخلقتها من طين، كيف انا نسجد له؟ هذا إذا سلمنا لإبليس بلي النار خير من الطين، إذا سلمنا جدلا هو استعمل المنطق، قابل المنطق قابل النص بالمنطق الكبر هذا هو. أنت تقول قال تعالى هو يحلل لك في المقال، حب الرئاسة وطلب الجاه كذلك حب الرئاسة، حب الرئاسة خطرش الإنسان يكون هو يحب يترأس، يكون يدير واحد في مكانه يولي حاسده، وكي يولي حاسده شي يولي يدير يولي هذا مدخل من هذاك الشيطان، يولي حوس له كي يطيحها يولي بات يحسب له. وهذه المعاصي الناس تبات تفكر في ذنوبها وتفكر بكيش تعرف ربي والانس والقرب، وهو يبات يخمم في هذا كيش يطيحها. هذه لما نصرات هذه صلاه عبد الله بن ابي بن سلول، لان الاوس والخزرج كانوا في المدينه يتقاتلوا وكانت الحروب دوم عشرات السنين بيناتهم، قالوا احنا قتلنا بعضنا بعض وقرزنا بعضنا بعض، الاوس والخزرج جايين من اليمن قبيلتان يمنيتان، قالوا نديروا واحد يترأسنا للزوج. كسعد بن معاذ كان فوق الاوس وسعد بن عباده تاع الخزرج، قالوا نديروا واحد هذا مين جا سيدنا النبي ولا ولدو زوج، قالوا نديروا واحد يجمع بيناتنا باه ما نقاتلوش، بغاو يديروا لا ابي، هذا ابي كان راجل زين في الدوله، ولو من ما كيبي كان راجل زين تفاهموا عليه الاوس والخزرج فاه ينصبوه هو يعني كي شغل كبير هو. مين بغاو ينصبوه جات الهجرة جا رسول الله. كي جا رسول الله ما بقى ما نصب ها بدات تغلي في قلبه. قال يا شاقل علي هذا. قال هذا اللي جا شو شاقل علي منصب كي داير. وبدا. شو دار شو دار. قال خطرة في غزوة بني مصطلق قال جوع كلبك ياكل على الصحابة. خاطش دابزوا عليه المشوية. قال شو شو قال هاد المهاجرين جاو عنا وسكناهم جاو يطلبوا وجاو عليا ولبسناهم وجاو جياع وكناهم وضروك هو خاطر كان يخرج للغزوه مع رسول الله باه يشتت لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا يشتت للصف وخاطر كان يمشي مع رسول الله ومن يجي للمعركه يشور يدي له طرف تاع الجيش ويشور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا كثير من المفسدين على انها نزلت فيه وبمن تبعهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ يقربون. كانوا يقولوا زعما باينه غراكم خارجين ما كاش الجهاد ما كاش لو كان كاين الجهاد يتبعوكم احنا ماشي خوافين بصح مين ما كاش ما نحبوكمش ويفتر يفرك يتفسط هذا اللي كان راجل زين شو الحاسد في رده ردي حارب في راسه خاطر الحاسد يحمي لك عينيك تولي تحارب الانسان كي رسول الله يحميك الحاسد وما حبش يتابع